وانا بتكلم على ماتش امبارح مش هدفي بس فكره تقييم مستوى الاداء في مباراه الاهلي وشباب بلوزداد، انا حطيت عيني على المواجهه المهمه جدا الصعبه جدا اللي جايه، الماتش اللي جاي بتاعك في بطوله دوري ابطال افريقيا هيكون قدام ميدياما في ملعبه في غاني. وميدياما على عكس ما كان متوقع يعني احنا بنقول او احنا بنبدا البطوله اللي بيتابع يعني ويتابعنا باستمرار واحنا بنعمل تقييم كده لفريق ميدياما وبنحاول نتعرف على نجومه اللي انتم شفتوهم هنا بالفعل في القاهره فوز الوحيد اللي حاول الاهلي في في دوري الابطال السنه دي لا ميدياما ابدا مش بالفريق السهل ولا هي صحيح فريق حديث العهد مش من كبار القوم في غانا مش اشانتي كوتوكو لكنه في النهايه فريق قدم عروض كويسه جدا في دوري الابطال وفريق مازال متمسك ويملك حظوظه في التاهل انت بتتكلم النهارده بين الاول والاخير في المجموعه نقطتين فبالتالي دوافع الفوز عنده يوم الجمعه او السبت دي المعلومه اللي انا لسه مش يعني مش قادرين نوصل لها بشكل نهائي المباراه هتكون يوم الجمعه 23 ولا السبت 24 وهحاول على مدار الحلقه اجيب لكم المعلومه من الاخر هنلعب امتى المباراه لكن في جميع الاحوال هي مباراه صعبه بكل المقاييس فوز الاهلي فوزنا يوم الجمعه المقبل في غانا يحسم بنسبه تقريبا 90 او 95% تاهل الاهلي اول تاني يتوقف على الجوله الاخيره اللي هتكون مع يانج افريكانز ومن حسن الحظ انها تكون هنا في ملعبنا في القاهره فبالتالي ماتش الجمعه الجايه هو السؤال الاصعب في دور المجموعات بالنسبه لمرسل كولر ومش عايزين نكون قاسيين على مرسل كولر لان الحقيقه اتحط في ظروف صعبه جدا مفيش مدرب مفيش مدير فني بيشتغل مع فرقته على مدار موسم صعب زي موسم النادي الاهلي موسم النادي الاهلي غير موسم النادي الاهلي يختلف جملة وتفصيلا عن موسم اي نادي تاني بيخش معاه في اي اطار منافسه سواء على المستوى الافريقي او على المستوى المحلي عدد الماتشات عدد المباريات صعوبه الـ الـ الاهلي بيلعب كل ماتشاته في الدوري في الكاس في 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 السوبر في دوري ابطال افريقيا في كاس عامل الانديه كلها ماتشات مستوى النديه فيها اعلى مستوى انت بتلعب مع اي فريق اي فريق بتقابله على مدار 60 70 مباراه بتلعبها كل موسم اي فريق بتلعب معاه بيطلع افضل ما عنده قدام الاهلي هي بالنسبه له في حد ذاتها بصرف النظر بقى عن مركزه وترتيبه وعامل ايه في الماتش اللي قبله وعامل ايه او هيعمل ايه في الماتش الجاي بيلعب كانها مباراه بطوله فبالتالي على مستوى الندية ونفس الاهلي بيلعب سيزون صعب جدا يبقى منتهى الظلم لما أجي يتكلم على مباراه يبقى الفريق فيها داون يبقى الفريق فيها مستواه مش افضل ما يكون فاوجه الـ 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 يعني مش عايز اقول اتهام اتهام كلمه كبيره قوي لكن اعلق على شماعه المدير الفني لانه الحقيقه صعب جدا على اي مدير فني انه يوصل ويشتغل مع فريق زي النادي الاهلي يوصل مع فرقته باكملها فرقه كلها قبل التوقف الدولي كلهم نجوم كلهم بلا استثناء نجوم المردود الفردي والمردود الجماعي في اعلى مستوياته فتيجي توقف في نص السيزون ست اسابيع تقريبا فتره ما قبل بطوله ام افريقيا ثم وقت البطوله لغايه ما انتهت مش لغايه لما المنتخب خرج لغايه لما انتهت ما بتلعبش ماتشات طبيعي طبيعي إنه يأثر بشكل كبير جدا وكان الله في عون مارس الكرة لأن الأسبوع ده صعب الأسبوع ده عندك ارتباطات رسمية هتلعب في نهاية الأسبوع مع ميدياما غالبا هتعتمد على نفس التشكيل يعني المجموعة اللي لعبت مباراة تختلف تتفق في تفاصيل صغيرة مين يبدأ مين يقعد مين يعني يشارك في خط النص مين يشارك باك يمين مين محتاج يتغير بدري دي كلها تفاصيل صغيرة يعني مش هنتكلم فيها لكن في النهايه هو السكواد ده بنسبه 99% هو اللي غالبا هيعتمد عليه مارس الكرة لانه حتى في حاله عوده بعض الاسماء من قائمه الاصابات يمكن الاقرب ممكن يكون شويه بيرسي تاو يعني بيرسي تاو هيخضع لفحص طبي هيتحدد على اساسه هيسافر مع الفرقه الغانه ولا مش هيسافر لكن ماتش امبارح فيه كلام كتير يتقال وفي كتير من الحاجات اللي محتاجين ان احنا نركز عليها على مدار الاسبوع ده الجهاز الفني طبعا بالتاكيد يركز عليه الاسبوع ده قبل ما نروح لموقعه ميدياما اللي هتكون اعتقد انها هتكون اصعب حتى من مواجهه شباب لوزداد لكن باذن الله نقدر نتخطاها واعتقد انه برضو زي ما قلت قبل ماتش شباب لوزداد نتيجه ايجابيه في غانا تفرق معانا بشكل كبير وتاكد ان شاء الله وصلنا هيكون عندنا مواجهه وحيده متبقيه على ملعبنا وسط جمهورنا هنا في القاهره امام يانج افريكانز